والسلام عليكم، مساكم الله بالخير والنور والسرور، وتقبل الله طاعتكم. وأتمنى أن تكون إجازة أسبوع سعيدة للجميع. وهذا سؤال جاني على الاسمس، حبيبنا يقول والله محتار بين الكين اس ولا الرينج روفر الاتش سي، وش تنصحني فيه؟ فدردشتي معكم لما أوصل مشواري هي دردشة عامة، لا تعني أنك تأخذ قرار، سواء اللي سأل السؤال أو أي واحد ثاني. أنا قاعد أدردش وسولف على السيارتين هذه، ولا تعني استشارة أنك تروح تختار سيارة ويجي بعدين وتقول والله إنك قلت وحسبي الله ونعم الوكيل وأنت ورطتني وأنت واهكتني. أنا قاعد أسولف مع جمهور السيارتين هذه، مثل ما قال صاحبنا جربتها. وكان السؤال اللي أنا قاعد أقوله أن الفئتين مختلفة، الرينج روفر الكلاسيك يعتبر فئة، يعني تعتبر أعلى. المنافس للكين اللي هو الرينج روفر السبورت، إذا نتكلم يعني هيد تو هيد أو راس براس، طبعا مع الإكس فايف والجي ال اي من المرسيدس. ولكن السؤال عام، فبالتالي بتكون الإجابة صعبة. قد أجلس مع واحد أو مع شخص وألقى فعلا الكين أنه هو اللي يناسبه، وممكن شخص آخر أقول لا الكين ما يصلح لك، بالعكس اللي يصلح لك الرينج روفر. طيب وش الاختلافات بين السيارتين؟ نقول مبدئيا خلنا نتكلم من الأكبر. الرينج روفر الكلاسيك يعتبر سيارة أولا فخمة، ثانيا سيارة بر. الكين يعتبر سيارة رياضية فخمة وإمكانيات في البر، يعني ممكن نقول الكين زايد شوي أنه يكون رياضي أكثر. طبعا الرياضي لا يعني أن القوة والهورس باور عالي، أنا أتكلم عن ديناميكية السيارة تكون رياضية أكثر، يعني اللي يسمونها أكتف شوي، يعني لما تأخذ كورنر وتلف في الكيان تختلف عنها لما تسويها في الرينج روفر العادي. السبورت بيكون رياضي أكثر شوي. طبعا السيارتين كل واحدة أحلى من الثانية، يعني إذا بتكلم عن سيارة أكتف ونمبل مثل ما يقولون وداخل مدينة وحجمها معقول وتصلح السفر وتصلح متعة قيادة وتصلح راحة، تصلح فخامة، اسم، علامة، براند، أكيد البورش الكين لا يلا عليها. إذا بتكلم عن الفخامة والعراقة والأصالة والبراح والشراح والوساع والبرستيج، فأكيد لا يعلى على الرينج روفر. طبعا أكيد البورش الكين فيه برستيج معين، ولكن الرينج روفر تحس انه مور تو انك تكون يعني متعود انك تروح الفنادق الخمس نجوم ويوقفون سيارتك قدام الهوتيل، اكثر من البورش الكين بيكون رياضي اكثر. بس عشان لا يزعلون حقين البورش الكين، اكيد لو بتروح فندق او هوتيل بيحاولون انه يوقفون سيارتك قدام باب الفندق عشان يعني منظر ومظهر يكون جدا حلو وماركتنج للفندق. بس انا اتكلم كمستوى اعلى، الرينج روفر بيكون اعلى. يمكن الاسعار تكون يعني الرينج روفر الكلاسيك بيكون اعلى شوي، خلنا نقول الاوبشنز اللي تجي على السياره تميل للفخامه اكثر، بينما لو تدخل في عالم البورش الكين راح تلقى فيه اوبشنز كثير فخامه وفيه الأداء الرياضي ومتعة القيادة والكورنرينج والبريك وسيراميك بريك وهايدروليك سيستم وهالأمور اللي تحتاجها في حلبات. إذا كانت قيادتك كأنك راكب الكادنزا أو الأبانون الجديد أو التورس، الله يكافينا شرهم، ولا حقي المازدا، فقد أميل أنك على الكين، مو أنصح، أميل للكين كيوسف القحطاني. أنا ما أتكلم عن اللي يسأل. إذا والله سواقتك كأنك راكب
تاون كار، كأنك راكب كدلك، كأنك راكب رولز رويس، هادي راكد، سواقتك 80 90 100، تهدي قبل الإشارة بكيلو، تاخذ الكورنر ماشي 40 30. قد أميل للرينج روفر الكلاسيك. فبنشوف إنه برضو كاركتر الشخص يحدد إيش نوعية السيارة اللي ممكن إنك تاخذها وتنبسط فيها. يعني واحد خلنا نقول باللهجة العامية مرجوج ياخذ رينج روفر ما تركب. الصيانات في الثنتين قد يكون الرينج روفر أغلى شوي، ولكن ممكن يتساوى معاه الكيان إذا أخذت الكيان التيربو والجي تي اس الفئات الأعلى، أو حتى الاس الجديد بما أنه صار هيدروليك ستاندرد، فمعنات أنك تتكلم على تقريبا ما هم بعيد من بعض. يمكن الضمان يختلف شوي، مع أنك تقدر صح أنك تقدر تمدد الضمان في الرينج روفر، ولكن ممكن الضمان حق البورش قد يكون أفضل، وهذه تعتمد على الوكيل المحلي في البلد. يعني ممكن يكون عندك ضمان ولما تجي تصلح عنده يقول لك لا والله سوء استخدام، عاد أقنع الوكيل تقول له لا مو بسوء استخدام. فصارت الآن أغلب الوكالات أو الشركات تعطيك ضمان. طبعا أنا أتكلم عن الضمان الممتد، يعني أغلب السيارات تجيك من المصنع فيها أقل شيء ضمان سنتين، قد يكون محدد الكيلومترات أو قد يكون مفتوح الكيلومترات. طبعا برضه كيلو مفتوح الكيلو يعني بيلك تحط تحتها أكثر من علامة، ممكن يكون لك تحت كذا بخط صغير جدا ما تشوفه إلا بالمجهر، يقول لك مثلا 200,000 كيلومتر، فتنتبه للشيء هذا. الوكيل برضه يشجعك انك تاخذ السيارة او لا. الحلو ان السيارتين وكلاءهم يعني على الاقل في الكويت وفي السعودية مختلفين، فالادارة مختلفة، بحيث انك لو انت زعلت من واحد ممكن انك تكمل مع الثاني، لكن وكيل واحد عنده براندات كثير وتزعل منه معناته انك راح تضطر انك تتنازل او انك تخسر كل البراندات اللي موجودة عنده. كان اشخاص يقول والله في عندك الرينج الكلاسيك ما شاء الله الاوتو بايوغرافي البايوغرافي الاس في. طبعا عندي تحفظ كبير للاشخاص اللي ينطق الفي اف والبي اي، فتلقى بعض الاحيان بيتفلسف الواحد فيقلب لك الاف في، وهذه مشهوره جدا في صناع المحتوى وعلماء تجارب السيارات الحين اللي عمره 15 سنه وبدأ فتح قناته ويقعد يقول لك أنا خبير ومستشار سيارات. ما علينا، المكينة الكبيرة على سيارة فخمة لا تعني أني بمشي فيها 300 كيلومتر في الساعة. السيارة الفخمة ثقيلة، وزنها يوصل إلى ممكن 3 طن وأكثر من 3 طن. يعني السيارة اللي أنا راكبها الآن بنتلي وزنها تقريبا 2600 2700 كيلو، مع أنه ما يركب فيها إلا شخصين وطفلين وراء. فالمحركات الكبيرة على السيارات الفخمة بنتلي رولز فئات مثلا خلينا نقول 760 المايباخ، هذه السيارات تحتاج محرك أول شيء أنه يكون هيفي ديوتي، أنه يتحمل، وبنفس الوقت أنه تكون خرباته أقل إذا اهتميت فيه واعتنيت فيه بالصيانة. طبعا أكيد أنه بيكون غالي، يعني حقت هذاك اللي يقول هو غالي، يعني 12 سلندر اكيد انها ما راح تكون صيانتها زي صيانه 4 سلندر، فبيكون مكلف، بس انه ممكن انه يعيش فتره اطول وبيتحمل اكثر، انه يشيل وزن اكثر ويعمر اكثر ويشتغل اكثر، فيكون غالي ومكلف، ويركب على سياره تكون فخمه يقدر انه يشيلها بحيث انها تمشي 120 140 بالراحه، وليس انك تسمع حنين الماكينه. فخلاصة القول ما خاب من استشار، يا يعني انك تشوف لك اشخاص ثقات، مو بواحد ولا اثنين، خذ لك 10، بتدفع مبلغ مو بسهل خصوصا اذا تشتري سيارة جديدة او ظروفك المادية ترقل. حاول انك تستشير واستشير ناس تثق في رايهم، واخر عن المتعصبين، تكلم مع الناس الحياديين. لا يمنع انك تتواصل مع
الميكانيكيين، الأشخاص الميكانيكيين، يعلمك بالشغلات اللي تحتاج أنها تسوي لها صيانة أكثر، وليس أن مثلاً أن يقول لك أن الصانع اللي سوى الشركة السيارة هذه أن غبي. يعني واحد بيقول لك البورش مثلاً غبية، ولا الرينج روفر أنه مثلاً غبي. لا، نحترم الشركات هذه، أكيد أن في عندهم طلبات معينة اضطر أن يسوونها، قد يكون واحد منها أنه يبغاك تصلح صيانة كثير.